يعني عدد الزعوان عنصر من الذكور وعنصر من الاناث مش ياخذوا من استعمال تقليد الاحفاد. شوفوا عنصر الساعة اللي هو مهم جدا في إنقاذ الأرواح البشرية. وهذه التقنية تستعمل خاصة في إنقاذ الأرواح البشرية من شرفات المنازل. تعرفوا اللي لنا معناها في فعل الوقت والعمران المتطور يتم استعمال بنايات عالية الشهوق لعالية الارتفاع ويتم على انقاذ المصابين بالسرعة اللازمة. تعرفوا ان السرعة هو عنصر اساسي في انقاذ الارواح البشرية. واعتبارا لخصوصية بعض البنايات التي لا تتوفر على ممر لاستعمال شاحنة السلم يتم استعمال الطريقة التقليدية للنزول من شرفات المنازل. ولدي عند عنصر نسائي يتم بالنزول لشرفة منزل بعد ما تم الدخان الخارج فلا شك في وجود حريق. تدخل العنصر المصعب تابع الحماية المدنية للمعاينة والتأكد من وجود مصاب، لأنني متأكد أن عنصر السرعة هو عنصر أساسي وهام في إنقاذ الأرواح البشرية ونعتمد تقنيات الأحفاد. وهذه التقنية مستعملة قديما وزمانا يتم تطويرها بتطوير هذه المهارات تباعا. لأن عند عنصر نسائي يدخل مشرفة على المنزل يتم التأكد من وجود مصاب داخل هذه الشرفة، يتم إسعافه وتقديم الإسعافات الأولية، لكن مبدا الاسعاف لا يكون معناه لازم بوجود دخان. تتفكروا اليا في عمليه الاجلاء الفوري لهذا المصاب، ولهذا متاكد ان عمليه الاجلاء الفوري تتطلب حبال، ولهذا المصعب في التعرف العنصر النسائي تقوم باسعاف المصاب داخل هذه الشرفه ثم سيتم انزاله تباعا. وهذه الطريقة معناها مستعملة دائما ابدا خاصة في الحرائق المنزلية، الحرائق المنزلية وحرائق العمارات. مازال العنصر النسائي يتم العون الحمايه المدنيه معاينه المصاب، يقدم الاسعافات الاوليه وخاصه عمليه الطبله ثم ربطه بالاحبال واجلائه. لهنا بعد ما تم تثبيت المصاب سيتم الالتجاء اليه لعمليه الاجلاء. وهذه العملية دقيقة جدا لأن إيصال المواطن لبر الأمان هي مسؤولية كبيرة جدا، ويتم إنزاله حاليا باستعمال طريقة الحبال، ويوصل المصاب يتم إجلائه من مكان الحريق ثم تتدخل وحدات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية. واتباعا العنصر النسائي المتدخل يغادر العمارة ويتم التدخل بسرعة لإنقاذ هذه الروح البشرية. وهذا المبدأ العام في طريقة الإسعاف بتاعنا. نمر لعرض مختلف وحدات الحمايه المدنيه في مختلف الاختصاصات. نبدا بانقاذ فريق مجابهه الاخطار الكيميائيه اللي هو معناه مجهز باخذ التقنيات في مجابهه الاخطار الكيميائيه الاشعاعيه والبيولوجيه.